كنت أحضر بحثا في العلوم الطبيعية، فإذا ببعوضة تخرج من العدم بذلك الصوت المقلق والمزعج. تخلصت منها سريعا، فإذا بها تلاحقني حتى نالت مني ولدغتني، فألقيت باكيا على الأرض من الألم. ما هو البعوض؟ كيف ولماذا يلدغ الإنسان؟ هل يشكل خطرا علينا؟ وكيف نحمي أنفسنا؟ هذا ما سنراه في حلقة اليوم في برنامج كيف ماذا ولماذا. تعلم مع زكريا. السلام عليكم يا أصدقاء، أنا زكريا وهذا صديقي زيكو. زيكو، هذا وقت النوم؟ هل سمعت يوما ذلك الطنين المزعج قرب أذنك؟ إنها بعوضة، الحشرة التي تهدد البشرية أكثر من أي مخلوق آخر على سطح الأرض. كيف ماذا ولماذا؟ دعونا نشاهد معا. ما هو البعوض؟ البعوض هو فصيلة من الحشرات من رتبة ذوات الجناحين، تتميز بقدرتها على امتصاص دم الإنسان، الحيوانات والطيور. تعرف البعوضة أيضا باسم الناموس في بعض المناطق، وهي حشرة صغيرة مزعجة لها زوج من الأجنحة، 6 أرجل وأنف طويل يسمى خرطوما. هل يمكنك قول ذلك؟ خرطوم. أين يعيش البعوض؟ البعوض يحب الماء كثيرا، يضع بيضه في المياه الراكدة كالبرك، في أواني النباتات أو في الدلاء القديمة. لذلك من المهم الحفاظ على نظافة وجفاف محيطنا. كيف يلدغ الإنسان؟ يستخدم البعوض مجموعة متنوعة من الحواس لتحديد فريسته، بما في ذلك حاسة الشم لالتقاط الروائح المنبعثة من الجسم، وحاسة البصر لالتقاط حرارة الجسم والحركة والإشارات البصرية. عندما تلدغك البعوضة تترك نتواء صغيرا يثير الحكة، هذا رد فعل جسمك على لعابها. أوه، مؤلم. هل كل البعوض يلدغ الإنسان؟ لا، ليس كل البعوض يلدغ الإنسان. في الحقيقة المسؤول عن الألم الذي تعاني منه بعد اللدغ هي أنثى البعوض، لأنها تحتاج إلى دمك لمساعدة بيضها على النمو. هل يشكل خطرا علينا؟ في بعض البلدان يحمل البعوض جراثيم ضارة تسبب أمراضا مثل الملاريا، حمى الضنك، فيروس زيكا وغيرها من الأمراض الخطيرة، لكن لا تقلق، يمكننا حماية أنفسنا. كيف نحمي أنفسنا؟ لحماية أنفسنا من البعوض يمكننا النوم تحت ناموسية، استخدام ستائر على النوافذ، ارتداء ملابس بأكمام طويلة، وعدم ترك الماء بدون غطاء من حولنا. أهمية البعوض في النظام البيئي. رغم أن البعوض يسبب إزعاجا كبيرا للبشر، إلا أنه يلعب دورا حيويا في النظام البيئي، حيث يلقح بعض أنواع النباتات ويشكل جزءا من الشبكة الغذائية بكونه مصدر غذاء لبعض الحيوانات مثل الضفدع. أوه، مقزز. معلومات طريفة. هل تعلم أن البعوض موجود منذ زمن الديناصورات؟ هل تعلم أن البعوض يرفرف بجناحيه 600 مرة في الثانية؟ هل تعلم أنه يوجد أكثر من 3500 نوع من البعوض؟ أصبحنا نعرف الكثير عن البعوض. نتمنى أنكم قضيتم وقتا ممتعا. نراكم في حلقة قادمة إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك
وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله وحفظه.